اوكي نحن بدنا نشتغل نكمل شوي بالاكسرسايز نمبر 1 اللي هو اكسرسايز 1 بيج 103. في حدنا الكتاب؟ انت تسمعوني منيح؟ ايه سمعين. اوكي. ايه معنا الكتاب. معنا الكتاب. طيب نحن خلصنا بارت 3، اذا رحنا على بارت 4. بارت 4 اللي بيقول انه ابسوليوت x minus 3 equal minus 2. ابسوليوت x minus 3 equal minus 2. شو فينا نقول يا جماعة؟ هل فينا نقول انه ال x equal 1 is a solution؟ لا، ناخد condition. x equal 5 is a solution ولا no solution؟ no solution. ما كيف ما هي بس شو اسمه كيف بدها تطلع نيجاتيف اذا هي ابسوليوت؟ شو عرفيك انه no solution؟ وضحي لنا اكثر بليز عشان رفقاتي. ما مش نحن اخذنا انه ابسوليوت فاليو دائما بتطلع بوزيتيف. فيري جود. سو بما انه الايكويشن هي شكلها ابسوليوت فاليو ايكوال نيجاتيف، فيني دايركتلي اقول انه هيدي الايكويشن هاز نو سوليوشن. يعني في داعي اني اعمل سبستيتيوشن وجرب هالفكره؟ نو. انا برايي ما في داعي، بنكون عم نضيع وقت. يعني ما في داعي ان نعمل سبستيتيوشن لل1 ولل5 لانه راح يطلع فولز. مش معقول على الشمال يطلع بوزيتيف كوانتيتي تساوي على اليمين نيجاتيف كوانتيتي. موافقين او لا؟ يس yes. إذا موافقين فينا نقول مباشرة نحن هون no شو solution. no solution. okay. طيب part 5 نحن شفنا منه قبل. وين شفنا منه الابسوليوت ايكوال ابسوليوت؟ بدرس الفكتورز يمكن، مش الفكتورز، هيدا اخر واحد اخذناه. اخر واحد؟ لا، نحن مرق معنا ابسوليوت فاليو، تذكرينه اللي مرق باول السنه اللي حلينا فيه ايكويشنز. ايه شفنا مثل هاي الايكويشن اذا كان ابسوليوت ايكوال ابسوليوت. طيب خلينا نكتبها بارت 5. ابسوليوت x minus 4 ايكوال ابسوليوت minus x plus 2. طيب هلا نحن بالسؤال هون هو ما عم بيقول لي سولف، عم بيقول لي سيركل دي اكسبتبل فاليوز اوف اكس فور ايتش. بس شو يعني نو سوليوشن؟ نو سوليوشن يعني ما في ولا فاليو للاكس ممكن انها تزبط معي. استاذ هلا لو كيف كيف نعمل سولف ما نحط كونديشن صح؟ لا، ليه بدي احط كونديشن استاذ؟ بحط كونديشن اذا عندي ايكويشن موجود بالدينومينيتور تحت اكسبرشن فيها اكس. ما انا بلكي اكس كانت ماينس تطلع ماينس اكس. ما عندي مشكله بالاكس استاذ هون، ما عندي مشكله بالاكس. انا شو ما كانت بتحط بين بارنتيسز بيكوز هيك. نو، ما الاكس هي اوريدي جوا، يعني انا ما عندي مشكله فيها. مبين على الجهتين ابسوليوت ايكوال ابسوليوت، يعني مبين عندي انه بوزيتيف ايكوال بوزيتيف. في عندي مشكله فيها شيء؟ لا.
هلا اذا على تاني جهه على اليمين ما في ابسوليوت، ايه بدي احط كونديشن انه اللي على اليمين لازم يكونوا greater or equal to zero. بس بما انه ابسوليوت ايكوال ابسوليوت ما عندي مشكله بشكل الايكويشن، يعني there is no بدي هون اجرب اعمل substitution. شو هن الخيارات اللي معنا اياهم؟ في معي x equal 3 ومعي x equal 0 ومعي no solution. هلا no solution اكيد لا، لانه هيدي في الى solution. لما absolute equal absolute انتم بتعرفوا لما نحلها في الى solution، ما عندي مشكله فيها. امتين ال no solution بتكون true؟ no solution اذا positive equal ل negative، فهي الشغلة impossible، مستحيل تكون true، صح ولا لا؟ بس هون مبيني absolute equal absolute، صح ولا لا؟ يعني positive equal positive بالشكل بالفورم بالمبدأ، يعني أنا ما عندي مشكلة فيها. so الخيار إنه no solution بدي ألغيه بحساباتي، أوكي؟ so خلينا نروح نجرب x equal 3 و x equal 0. إذا حطينا عملنا substitution x equal 3 شو بيصير معكم؟ absolute 3 minus 4 equal absolute minus 3 plus 2. قدي عم نحط بدل الـ x؟ 3. قديش عم نحط بدل الـ x؟ 3. very good. 3. طيب قديش هوني على الشمال؟ 3 minus 4 minus 1 absolute minus 1 equal على اليمين absolute minus 1. 3 absolute minus 1 كمان صحيح؟ طيب absolute yes. minus 1 قديش؟ 1 و absolute minus 1 1 يعني هيدي شو؟ هيدي true صح ولا true. then 3 بما انه true يعني ال x equal 3 is a شو؟ solution. very good. فاذا هيدا كل المطلوب مني اني اشتغله انا اني اعمل check for the given value، يعني اعمل له substitution. بعد بدي اروح اجرب الزيرو. شيك انا بتوقع انه الزيرو ما يطلع solution. تزبط؟ لا ما بتزبط. كيف تزبط؟ خلينا نجرب. هلا اذا حسبناها بعقلنا absolute minus 4 ما بيساوي absolute 2، صح ولا لا؟ إذا حسبناها بعقلنا. طيب خلينا نشوفها by calculation. absolute 0 minus 4 equal absolute 0 plus 2. طيب is absolute minus 4 equal absolute 2؟ no. is 4 equal 2؟ أكيد لا. No. بما إنه false بدي أقول إنه ال x equal zero شو is not a solution. not very good. not a شو solution. واضح؟ بعطيكم 1 minute إذا بكون تكتبوها. أنا كتبت. يلا 1 مينت عشان نمحي ونكمل. هولي ريفيجن هو سهلين. ها يس اذا اجوا بالامتحان لازم الواحد يجيب فيهم علامات. بعد في عندي table of sign.
نكمل. كتبناهم نكمل. Yes. أوكي. طيب هنزل بالصفحة. طيب. فإذا وصلنا لبارت 6. طلعوا عندكم على الكتاب at part 6. في عندي a product equation. شكلها هي منسميها product equation. يعني على شكل ضرب. X minus 3 into 2X minus 1 equal to 0. طيب. 1 over 2. مش مطلوب انه اعمل لها solve. تذكروا هيك. اول واحدة في 3. مش مطلوب اني اعمل solve. الفاليوز اللي انا لازم جربهم هني 3 minus half وهاف، صح ولا لا؟ ايه صح. بدي جربهم. هو السؤال مش solve. You have to check the solution. طيب تعالوا نجرب if x equal 3. يلا شو بيصير عندي؟ substitute 3. لما تحل الثاني واحدة ما في مشكلة. اول ايه خوي، اول شيء بس انا اعمل substitution يعني 3 minus 3 into 3 minus 1. بدي جربها if it is equal to 0. يعني 0 multiplied by 6 minus 1 5 equal to 0. 0 equal to 0. يعني هيدا true. موافقين؟ موافقين؟ ايه اكيد. so شو بدي اقول؟ x equal 3 so x equal 3 is a solution. عظيم. طيب اكتبوا لي اياها لهيدي بليز بسرعه شوي لكمل. بدي اروح على الماينس هاف وعلى الهاف. طيب for x equal minus half هلا هون for x equal minus half substitute minus half بالequation x minus 3 يعني minus half minus 3 the second factor هو 2x minus 1 يعني 2 into minus half okay minus 1 is it equal to 0 إذا بضرب 2 بminus 3 بتعطيك minus 7 over 2 minus 6 very good minus 1 بتصير الأولى minus 7 over 2 and the second one we simplify minus 2 with 2 يبقى لي minus 2 equal to 0. طيب if you simplify this 2 with that 2 وminus 3 minus plus يبقى لي 7. Is 7 equal to 0? لا. Yeah. So what's the conclusion? False. No. It's x equal to minus 7 is not the solution. Very good. So فإذا x equal minus half is not a solution. The final option is x equal to half. بدي شوف whether x equal half solution or not a solution. انتو شو بتقولوا؟ solution. لأنه فوق طلعت minus one minus one minus two. إذا تحت one minus one بتصير zero.
لأنه 2 بتروح مع 2، لأنه 2 تايمز هاف بتصير 1. مظبوط، لأنه الهاف هي روت لسكند فاكتور، مش هيك؟ يس. اوكي، فإذا x minus 3 بدها تصير half minus 3. طيب 2x minus 1 يعني 2 into half minus 1 is it equal to 0؟ طيب بشكل سريع 2 بماينس 3 minus 6 minus 5 over 2. very good very good. فإذا minus 5 over 2 into simplify 2 with 2 بيبقى لكم 1 minus 1 1 minus 1 0 1 minus 1 فينا نحطها هيك، وفيكم تحطوها directly 0 يعني minus 5 over 2 into 0 is it equal to 0؟ yes 0 yes. equal 0 of course. شيء فإذا x equal half is a solution. فإذا هيدي بدي أقول عنه هون true، قول so x equal half is a solution. يلا فينا ناخد notes على هول اثنين نكتبهم لنروح على غيرهم. اطلع لفوق ولا كتبت اللي فوق؟ لا كتبناه. طيب يلا طيب نكمل. خلونا نمحي. yes. نطلع لفوق نمحي. استاذ إذا كان الدينومينيتر زيرو ونحن عم نعملها إيكوال لزيرو بتطلع ترو ولا بتطلعك ايرور؟ انه ما يطلع زيرو، ما لازم يطلع عندي بالدينومينيتر زيرو، ما لازم. لا بهيدي اللي عم نحلها نحن هلا. هي وحده 7 7 في ماينس 4 بتطلع زيرو، زيرو اوفر بالنيوميريتر بتطلع زيرو. ايه بس انا ما لازم اوصل لهون، يعني انا لازم احط كونديشن قبل ما اشتغل اي شيء. شيء x equal minus 4 وتحت في x plus 4. صح، بس انا ما لازم اوصل لهون، يعني ما لازم خلي حالي اوصل لهون. لما بنحط كونديشن ديفرنت ذان زيرو دائما انا قبل يس فيري جود، لازم انا قبل ما اضرب اي ضربه انتبه انه لازم يكون عندي denominator should be different from zero، ما لازم اوصل يعني لهون. تحت بحط rejected بس اذا وصلت لنا أكيد أكيد. لا ما هو أصلاً rejected قبل ما تبلش فيه. Very good، هذا قصدي أنا، لا بدي وصل حالي إنه يطلع عندي تحت زيرو، هاي الفكرة، إنه لازم انتبه. عرفتوا كيف؟ يعني لازم كنا عم بنتبه إنه النمبر اللي بدي أعمله substitution ما يكون عم بيعطيني زيرو بالdenominator. وإلا إذا طلع معي مثلاً 4 over 0، وطبعا هي جوابها رح تشوفوا السنة اللي جاي infinity، بس أنا بعد السنة ما بعرف شو يعني infinity. so شو بدي أقول للأستاذ أو شو بدي أكتب بالمسابقة؟ 1 على 0 أو 5 على 0، شو جواب؟ هاي فكرتي، أنه أنتوا بعدكم السنة يعني ما بتعرفوا أنه number على 0 هو infinity، صح ولا لا؟
هاي الفكرة يعني. هلا السنة اللي جاي إذا الله راد، إذا طلعت معي شيء على زيرو، نكون نحن أخذنا درس الليمت اللي هو موجود هيدا الموضوع بدرس الليمت، منصير قادرين إنه نكتب الجواب. يعني إن شاء الله نخلص من الكورونا ومن كل المشاكل، والسنة اللي جاي إذا الله راد نسحب منيح بالمات يعني، وبكون كله حضوري. حسن كيف اللي عنده مشكلة بالإنترنت عم بيضل يطلع وينزل؟ طيب لوين وصلنا نحن يا شاطرين؟ نمبر 7. طيب نشوف بارت 7 الفورم اللي له كيف. اوكي بارت 7 3x minus 5 over 3x minus 5 over x plus 4 equal to zero. The options اللي هو عطيني اياهم 5 و 5 over 3، وعطيني كمان قديش minus 4. هلا انا بقلكم قبل ما تبلشوا فيها وتعملوا substitution، اذا بتطلعوا بالdenominator هوني لازم يكون عندي condition، ولازم يكون انا واعي لهيدا الموضوع. يعني لازم يكون اعرف انه هيدي الايكويشن هاز مينينج بقدر اتعاطى معها او اشتغل فيها اف x plus 4 شو is different from 0. يعني x should be different from minus 4. طب هيدا الكلام شو بيعني؟ مين بده يعمل اليمينيت او يخلص؟ very good very good. يعني بدي اقول انه الx equal minus 4 is شو is not a solution is not a solution. very good. يعني في داعي اروح اعمل له substitution؟ لا لا، هاي فكرتي انا، ما في داعي لا احصل لا اوصل على number over 0، وأنا بالأساس يعني ما بعرف number over zero قديش. هلأ إذا بتجربوها على الكالكوليتر تعطيكم math error، ما بتعطيكم جواب. أوكي so بلا ما نفوت حالنا بهيد المتاهة، إذا عندي equation بالdenominator فيها polynomial يعني expression in x، خليني بلش directly بالcondition وبريح راسي. متفقين على هيدا الموضوع؟ متفقين. طيب خليني جرب الاوبشن الاول اللي هو 4x equal 5. substitute 5 هوني بالequation، replace x by 5، شو بيصير عندي؟ 3 into 5 minus 5 over 5 plus 4 equal zero. طيب لنعمل calculation بشكل سريع فوق. 3 by 5 15 15 minus 5 10 over 9 10 على 9. very good. 5 plus 4 9 is 10 over 9 equal to zero. أكيد لا صح. so this one is false. طيب هيدا بخليني أقول so إنه x equal 5 is not a solution. please بشكل سريع اكتبوهم لهول لنزل الصفحة لتحت. يلا استاذ عندي سؤال. yes. اذا عندنا مثلا افترضنا x
x برا وبين brackets مثلا x بت x plus 2 yes equal 1 اوكي الx ناخدها equal 1 وبين brackets لحالهم ناخدهم equal 1 ما بيحق لنا لا يعني بس الx equal 1 وهدوك equal 0 ما بيحق لنا نحلها هيك استاذ كيف بنحلها ساعتها بدنا نعمل فاكتورايز على الشمال ويكون equal 0 على اليمين يعني بدي انقل النمبر لتاني جهة مفروض يكون هيك yes اوكي طيب ليكو يا جماعة نحنا ما عاد عنا كتير وقت هلأ بدي خلص هيدا البارت وارجع انا وياكم اذا الله راد التنين بنكون حاضرين وبنكمل الاكسرسايزز اوكي بليز بدي تحلوا لي الاكسرسايز نمبر 4 وتعملوا ديسكشن على الام مثل ما شرحنا بقلب الصف بليز تراي ات سجلوه عندكم اللي هو الاكسرسايز 4 page 104 هيدا بدنا نشتغل فيه كمان on Monday قبل ما يدهمني الوقت ويخلص بعد في عندي الأوبشن الأخير اللي هو أنا بتوقع أنه يطلع solution اللي yes 5 over 3 over 3 very good so هلأ بدي أخذ 4x equal 5 over 3 وعمل لها substitution الequation هي 3 ب 5 over 3 3 الequation هي رح أرجع أذكركم 3x minus 5 okay over x plus, x plus 4 equal to 0. Type. Replace x by 5 over 3. يعني 3 into 5 over 3 minus 5 over 5 over 3 plus 4. Is it equal to 0? Let's simplify 3 to 3. بيبقى لي 5 minus 5 over 17 over 3. Very good. بشكل سريع بضرب. ل 3 بال 4 12 12 plus 5 17 over 3 is it equal to 0 طيب yes. يعني 0 up over 17 over 3 is it equal to 0 0 over yes. number اكيد 0 مزبوط يعني بصير عندي 0 equal ل 0 so this one is true So, بدي أقول x equal 5 over 3 is a solution. يلا اكتبوها بليز. إن شاء الله إذا الله راد نشوفكم يوم الاثنين وأنتم بخير. أجي غير عافية أستاذ. حبيبي الله يعافيك. السيشن رح حطها على الملفات التعليمية. اللي بده يراجعها بلاقيها عنده على الملفات التعليمية. يعطيكم العافية يا شباب صبايا. Yes. أنا الفكتورز مش عامله. كيف يعني؟ فالفكتورز ما عملته قصدي لأني كنت غايب. لأفتي. إيه. فإذا عملت منيح بالأستي فيك تحسب لي إياه على 2 ولا بدي أعمل لا بدي أعمل أفتي ضروري. لا بدنا نعيد الاف تي استاذ التنين حاتفق انا وياكم على الوقت لانه ما عادش عندنا كثير انا استاذ معي كورونا يعني حغيب كثير راح تغيب كثير انا خلص كورونا ما فيني اجي على المدرسه قديش راح تغيب يا محمود لا خلص كورونا ما بعرف خلينا نشوف هلا مبدئيا الاسبوع اللي جاي نحن ما راح نعمل اف تي لانه عندنا فرايداي اس تي سو انا بتوقع محمود انه انت تكون رجعت يعني عرفت كيف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب يلا يعطيكم العافيه